إن القمة العربية الاستثنائية عقدت في سرت من أجل بحث قضايا العرب وإصلاح الجامعة العربية أو الاهتمام بها وفي تطويرها، وهذه أمور ممتازة أن يتم مثل هذه الاجتماعات الاستثنائية في اتخاذ تلك المواقف حيال ما يحدث من تطورات خطيرة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وما انتهت إليه الأمور من تجنيد المفاوضات واستمرار الاستيطان، والمفروض أن يكون العكس، ولكن ما حدث يحتاج إلى مثل هذا الموقف العربي بل الموقف الدولي حياله، أن يكون هناك أيضا اجتماع دولي أو مؤتمر دولي، وقد تطرق إلى ذلك الرئيس الأمريكي أوباما في بداية هذا العام، وأخبر بأنه إذا لم يحدث من جديد في مسار السلام بالمنطقة الشرق الأوسط سوف يتم عقد مؤتمر دولي، وفي انتظار المرحلة المقبلة وما سوف يتبلور عنها من نتائج ومن أحداث ومن مسارات وما سوف يتخذ حيال هذا الشأن الخطير في قضية السلام بمنطقة الشرق الأوسط.